مشاهدي الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيد. صباح الخير يا أستاذ حسن. صباح الخير. منورني. صباح الخير. نورك ونور السادة المشاهدين. الله يخليك. هنبتدي جولتنا النهاردة بخبر اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجها سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصة في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح. أستاذ حسن، يعني قعدنا فترة طويلة محافظة الوادي الجديد ما بنسمعش عنها قوي. محافظة موجودة، يعني يدوبك بنقول درجات الحرارة في المحافظة كام. دلوقتي محافظة الوادي الجديد بقى عليها الأنظار وبقى فيها شغل كتير وبقى فيها مشروعات كتير، وخليني أقول إنها يعني ممكن تبقى سلة غذاء لمصر الفترة القادمة. إزاي نقدر، أنا بتكلم بقى على الشق التنفيذي، إن هم يستغلوا الاهتمام الرئاسي وتوجيهات السيد الرئيس في ضخ استثمارات لتلك المنطقة؟ شوفي هقول لك حاجة، أنا زرت الوادي الجديد وفي الحقيقة احنا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نستغل هذه المحافظة الكبيرة بالشكل الأمثل. في الحقيقة هي محافظة واعدة جدا، وأنا هقول لك حاجة غريبة قوي، لو بصيتي حتى لسيدات الوادي الجديد هتلاقي ليس هناك أمية بين الفتيات والسيدات في محافظة الوادي الجديد. نسبة التعليم فيها عالية جدا، مفيش أمية هناك بالنسبة للمرأة، والمرأة متحضرة جدا في الوادي الجديد عكس الناس ما هي متخيلة في الوادي الجديد. ثانيا، الجو العام في الوادي الجديد والبنية التحتية في الوادي الجديد هائلة وعظيمة ومتوفرة جدا. حتى الجو مناسب جدا للإعاشة هناك. ولو انت بصيتي للوادي الجديد هتلاقي أصلا معظم المقيمين فيه كانوا من أبناء المدن وليس الريف، اللي كان مدرس منتدب هناك، القاضي المنتدب هناك، الدكتور اللي كان منتدب هناك واستقروا في الوادي الجديد. يعني الوادي الجديد من المناطق الواعدة جدا، وأنا عايز أقول لك حاجة، إنه من أجود أنواع النخل تمور، والتمور نعم هي في الوادي الجديد بناكلها دايما، بناكلها. بتلاقي موجود تمر الوادي الجديد في الأسواق، ومشروع ال 2.5 مليون شجرة، ده مشروع مهم جدا هيفتح فرص الاستثمار في توفير تمور هيترتب عليها إنشاء مصانع جديدة. ويمكن عندنا التمور نوعيتها وجودتها بتسهل عملية التصدير. في الحقيقة هناك بعض الدول زي تونس مثلا غنية جدا بالتمور، واستطاعت ان هي تكسب كثير جدا من خلال تصدير هذه التمور وبيعها في السوق. حتى السائح لما بيروح تونس بيبقى حريص جدا على شراء التمور، وعندنا التمور من اجود الانواع، فدي هتفتح لك التوسع في زراعتها، مع ايضا الارض هناك مناسبة جدا لزراعة النباتات العطرية، العطور تقدر هناك أشجار الزيتون، هتقدري تنتي كل ده، هيترتب عليه التوسع فيه لإقامة مصانع وإتاحة فرص عمل لآلاف المواطنين. أيضا هذه المجتمعات العمرانية جدا أو الزراعية اللي بتجذب العمران إليها دي أيضا هتشجع الاستثمارات، ويمكن نقول الإقامة الدائمة
في الوادي الجديد. فأنا بعتقد الوادي الجديد ده، الوادي الجديد منطقة ثرية جدا هتجذب عدد كبير من المستثمرين، خاصة إن البنية التحتية متوفرة وقوية جدا، لكن هي كانت محتاجة لعملية ترويج. وأيضا الحاجة الثانية اللي بنحتاجها الوادي الجديد هي عملية النقل المتصل إلى هذه المحافظة، ويجب أن تكون هناك رحلات ثابتة للطيران إلى محافظة الوادي الجديد. لكن اللي بيحصل إيه كان في الوادي الجديد؟ إن بيحصل بيبقى هناك اتفاق بين المحافظ وبين شركة الطيران مثلا على رحلة أسبوعيا فقط، والمحافظة بتتحمل جزء وشركة الطيران بتتحمل جزء وبتمشي العملية. لا، إحنا عايزين بقى تبقى الوادي الجديد دي محافظة جذب وجذب المزيد من الاستثمارات. أنا أعتقد إن اهتمام الرئيس شخصيا بالوادي الجديد أنا أعتقد هيحقق طفرة ونقلة حضارية كبرى لهذه المحافظة، اللي أنا بعتقد إنها هتبقى جاذبة جدا للاستثمار، مش الاستثمار الصناعي والزراعي فقط، لا، إنما أيضا الاستثمار السياحي. نعم، لأنها ممكن تعملي أماكن ومستشفيات للاستشفاء داخل هذه المحافظة، وأنا أعتقد هتجذب عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم. العملية محتاجة إلى ترويج الوادي الجديد. صحيح. طيب خليني أنتقل برضو لموضوع مهم جدا، وهو موضوع اقتصادي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى على هامش فعاليات إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حوارا مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة. أشار السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح بأن فكرة عمل هذه الشراكة التكاملية نبعت من اللقاء الهام الذي جمع القيادات الثلاثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين العاهل الأردني، وذلك في شهر رمضان الماضي. أوضح السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء نوه إلى ما تم مناقشته بشأن الأزمة العالمية غير المسبوقة التي يمر بها العالم كله، والتي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، مصرحا بأنه كان هناك توجه لدى القيادات التنفيذية في الدول الثلاث بسرعة العمل على صياغة استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية تهدف إلى وضع رؤية للتكامل بين الدول الثلاث لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية ونقصها، لا سيما وأن المؤسسات الدولية تحذرت من قرب حدوث نقص في السلع الرئيسية وفي مقدمتها المواد الغذائية. الخبر ده فيه حاجات مهمة جدا. طبعا يعني الموضوع ده موضوع مهم جدا وعايزين نقف عليه دلوقتي. يعني حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي واللي نقلها لنا السفير نادر سعد، انه هناك مبادرة او شراكة تكاملية صناعية للاكتفاء الذاتي. حلو، العالم داخل على أزمة، أزمة أكبر من الأزمة اللي احنا موجودين فيها، ويمكن حتى هذه اللحظة في ناس كتيرة مش مستوعبة حجم هذه الأزمة العالمية، لدرجة انه العديد من المنظمات الدولية قالت لو فضلنا بالشكل ده احنا داخلين على مجاعة. يعني حتى يعني جوتيرش امين عام الامم المتحده كان بيناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فك الحصار عن الحبوب والغذاء، لان العالم خلاص داخل على مرحله انهيار غذائي. طيب مثل هذه الشراكه التكامليه والمبادره دي وما بين الدول الثلاث مصر الامارات والاردن ممكن توصلنا لايه؟ ممكن نصل الى الاكتفاء الذاتي حقيقه؟ وماذا عن بقية الدول العربية؟ يعني هي شراكة بين ثلاث دول، وماذا عن بقية الدول العربية؟ في الحقيقة طبعا العالم حاليا بيمر بأزمة صعبة جدا، أزمة قاسية بالنسبة للغذاء، وده طبعا نتاج الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا ارتفاع أسعار النفط عالميا، أزمة حقيقية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية. في الحقيقة هناك علاقة خاصة بين مصر والأردن والإمارات.
ودي مش أول مرة. في الحقيقة الرئيس حريص جدا على الالتقاء بالقيادة الإماراتية والأردنية. وشفنا قد إيه زيارة الدكتور مصطفى مدبولي وفي نفس الوقت هذا الاجتماع المهم لتنفيذ هذه المبادرات بناء على التوجيهات القيادات الثلاث دول، أنا أعتقد أنها خطوة مهمة جدا نحو شراكة متكاملة، لي مش فقط أن أنت تساعدي في توفير سلة غذاء للدول الثلاثة، إنما أيضا في جذب الاستثمارات بين الثلاث دول، ودي مهمة جدا. وشفنا أن في نواة بالفعل تم الإعلان عنها في مثل هذه المبادرة لتوجيه الاستثمارات في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة. وفي الحقيقة يمكن نقدر نقول أن الإمارات، أنا بعتقد أن مصر استطاعت أنها تجذب أموال إماراتية للاستثمار في مصر، وده مهم جدا. وأنا أعتقد أنه فتح المجال للقطاع الخاص بيؤدي لجذب استثمارات الأردنية والإماراتية في مصر، وده شيء مهم جدا. لو بصيت للاتفاق أو لهذه المبادرة هندقى فعلا هتفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة بين الدول الثلاثة، سواء كانت صناعية أو زراعية. وفي الحقيقة التركيز على الجانب الزراعي في هذه الفترة مهم جدا لمواجهة الأزمة. يمكن إحنا زي ما شفنا أن مصر من خلال فلسفتها ورؤيتها المستنيرة نجحت في مواجهة أزمة الغذاء. وفي الحقيقة كانت إحنا بالنسبة لنا كانت يعني هذه المواجهة اللي نقدر نقول عليها نجحنا فيها وبتفوق، رغم ارتفاع الأسعار العالمية ورغم إن إحنا نقول إن مصر ليست من الدول الغنية، إلا أن الحكومة المصرية استطاعت أن تمتص هذه الأزمة وهذه الصدمات، ليس فقط من خلال الدعم وإنما من خلال حزمة حوافز للحماية كانت مهمة جدا. فأنا بعتقد أنه هذه المبادرة بين الدول الثلاث للاستثمارات الصناعية والذراعية لتعد نواة لشراكة عربية. حتى لو بصينا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي قال إن دي بداية، وهناك ترحيب بضم أي دول جديدة لهذه المبادرة أو هذه الشراكة. فإحنا نتمنى أن تحقق هذه الشراكة نتائج مثمرة وبناءة، وأنا أعتقد إن المجال مفتوح. وده هينقلنا لنقطة مهمة جدا. لو أنت بصيتي لنقطة أنا أعتقد مكملة لها، وأيضا في حوار الدكتور مصطفى محمود وفي لقاءاته مع وسائل الإعلام العربية مصطفى مدبولي، نعم، وحواراته مع وسائل الإعلام في الحقيقة كانت حوارات كاشفة جدا وفي غاية الأهمية، ليس فقط متعلقة بالدول الثلاثة والأردن أو الإمارات أو مصر والشراكة بينها، وإنما أيضا امتدت إلى كيفية المواجهة في المرحلة القادمة والمرحلة الهادية الحالية القاسية جدا في المواد الغذائية. كيف نستثمر نقول إنتاجنا من الغاز في المرحلة الجاية، ده مهم جدا. كيف نقلل من استخدامنا للنفط الطبيعي، ده مهم جدا في هذه أنا جاي لك لخبر، بس أنا جاي لك لخبر النفط والغاز برضو كويس إنه موجود معنا. أنا جاي لك لخبر النفط والغاز، بس قبل ما انتقل للنفط والغاز، في تصريحات دكتور مصطفى مدبولي بالأمس يعني بعث برسالة طمأنة للمصريين إنه مخزون السلع الاستراتيجية 6 شهور، يعني أنا بتكلم لغاية ديسمبر. أعتقد إن الرؤية ممكن تبقى وضحت في حاجات كتيرة لغاية ديسمبر. شوف حالك حاجة، رسالة الطمأنة كان بدأ بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن لدينا مخزون استراتيجي في السلع الأساسية حتى نهاية العام. النهاردة في عندك بعض السلع لمدة 3 شهور، وبعض السلع الأخرى حتى نهاية العام. في الحقيقة أنت لو بصيتي حتى للقمح، العالم كله بيعاني من أزمة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، هنجد إنه ال 250 ألف فدان بيبدأ على طول ثمارها
ودي بتحقق لك المعادله اللي كانت صعبه اللي هي توفير القمح. احنا كنا نشوف بنستورد قد ايه من القمح. النهارده حاليا لم نشعر بازمه القمح في مصر. ان الدوله المخزون الاستراتيجي ساعدنا، ايضا الحوافز اللي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفلاح بالنسبه للقمح ورفع سعر الارداب، وايضا مع القطن مساعده الفلاح، دي كلها في الاخر بتصب في خدمه قطاع الزراعه المصري والنهوض به، وفي نفس الوقت بتوفر لك التوسع في نقدر نقول 250 الف فدان جديده في زراعه القمح. دي بقى بعتقد هتحوض جزء كبير من الازمه. انت كنت بتستوردي تقريبا، احنا هنوصل الى نص استهلاكنا من القمح. نص استيرادنا؟ لا، احنا دلوقتي تقريبا بنستورد اكتر من نصف استهلاكنا. المرحله الجايه لا، احنا عايزين على الاقل الى 65% من الاستهلاك في مرحله عاجله. فبالتالي انا اعتقد ان التوسع في زراعه القمح ده هيساعد كبير جدا في سد الفجوه الواقعه حاليا او المترفعه. حاجه ثانيه كمان، انه ايضا دعم الفلاح في الزراعه واستخدام الاجهزه التكنولوجيه الحديثه سواء في الري او في رفع كفاءه الفدان، كل ده في النهايه هيساعدك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائيه. وده في الحقيقه هنا يجب ان نتوقف، انه يجب على المواطن المصري ان يدرك ان احنا وقعنا، انت كمواطن وقعت في خطا كبير، بل جريمه كبرى، عندما اعتديت على الاراضي الزراعيه اللي كانت بتحقق لك اكتفاء ذاتي في الغذاء ورحت تبني عليها. فانا بعتقد ان التوسع في الاراضي الزراعيه من خلال مجموعه كبيره من المشروعات زي الريف المصري وزي ايضا مستقبل مصر نعم. وزراعه الحوار الضبعه والدلتا الجديده، كل دي مشروعات في الاخر هتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ولكن ده بيتطلب ايه بقى؟ وعي المواطن المصري ان انا مش بنتج بس، او انا عايز اوصل الاكتفاء الذاتي بس، لا، ايضا يهمنا جدا الترشيد في الاستهلاك. وده مهم جدا، عمليه وعي المواطن يجب ان يدرك ان احنا لا ننتج بسهوله، لا نتوسع في الرقعة الزراعية بسهولة، إنما أعباء ضخمة جدا بتتحملها الدولة. فيجب إن إحنا بالوعي نرشد في استهلاكنا، وبالوعي أيضا إن إحنا نحسن ونجود ونرفع إنتاج الفدان الزراعي. الدولة بتدعم، والدولة بتستورد سلالات وشتلات من أفضل ما يمكن، وبتعمل بالتكنولوجيا الحديثة على رفع كفاءة الفدان سواء كان في الرز، سواء كان في القطن، سواء كان في القمح وغيره. لكن وعي المصريين في ترشيد الاستهلاك مهمة جدا. ويا جماعة يجب العودة، تاني مرة بنأكد عليها وده مهم جدا، العودة للاهتمام بالأراضي الزراعية. لأنه في الحقيقة إحنا بنعاني من عملية الاستصلاح، استصلاح أراضي الصحراوية بتكلف من 200 ل 300 ألف جنيه في الفدان الواحد. فإحنا كان مصر في غنى عن كل وأجود الأراضي الزراعية اللي تم البناء عليها، طبعا طبعا، إلى منازل وأراضي وأولاد أسمنت حولناها أيضا أسمنت. برضو النقطة المهمة جدا، الدولة زي ما نقول أهي ماشية في الدعم ولا تتخلى أبدا عن دعم المواطن، وماشية في توسيع الأراضي الزراعية. لكن في نفس الوقت إحنا علينا بقى، مش معنى إن إحنا عندنا أمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن لن يتحقق الاكتفاء الذاتي أبدا طول ما الزيادة السكانية دي بهذه الفظاعة المستمرة فيها. طيب، في حاجات متعددة عشان نوصل للاكتفاء الذاتي. طيب، عايزة أنتقل لنقطة تانية ونقطة برضو مهمة من كلام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. قال إن زيادة الأسعار أمر خارج عن أي قدرة، لأنها سلسلة كبيرة جدا من سلاسل الإمداد والتوريد، متابعا الرسالة الأهم أن الحكومة سوف تظل تستوعب الجزء الأكبر من هذا الموضوع وتلقي الصدمة حتى لا تمرر العبء الكلي على المواطنين. وأضاف مدبولي خلال تصريحاته، الحكومة تعمل على ترشيد النفط التقليدي
من خلال منظومات كثيرة مثل برنامج إحلال السيارات المتقدمة والتي تعتمد على البنزين والسولار واستخدام الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل زيادة أسعار النفط. ويشهد عام 2023 الاكتفاء المصري من المنتجات البترولية ولن نحتاج إلى استيراد منتجات بترولية مثل البنزين والسولار لأنه سوف يكون لدينا القدرة على التصنيع بشكل كامل في مصر وما سنظل نستورده هو الزيت الخام وبالتالي التكلفة سوف تكون أقل وهذا جزء من الترشيد. ووضعنا حوافز ضخمة لتوطين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاعتماد على الوقود التقليدي. في الحقيقة أنا استمعت لكلام الدكتور مصطفى مدبولي وكان كلام مهم جدا ومنظم ووضح الصورة تماما أن احنا حاليا فعلا أنه ما تم من مشروعات واكتشافات في مجال الغاز منح مصر القدرة على التصدير، وأيضا في نفس الوقت ده وفر كثير من العملة الصعبة اللي احنا في أمس الحاجة إليها. أيضا احنا بنقول السنة القادمة إن شاء الله هنوصل للاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، يعني مش هنعتمد على البنزين على البترول النفط الطبيعي. احنا بنقول الغاز خلاص وصلنا لاكتفاء ذاتي وعندنا قدرة على التصدير، احنا بنستورد جزء من البنزين والسولار ده ان شاء الله في المرحله القادمه هنستغنى عنه، ولكن 23 هيبقى الزيت طبعا ده اللي هنستمر فيه لحد ان احنا ان شاء الله نجد مجال اخر. لكن في الحقيقه تقدري تقولي انه الاستراتيجيه اللي اتعملت في استثماراتنا في في الغاز والمواد البتروليه نجحت الى حد كبير في امتصاص الصدمه زي ما قال فعلا الدكتور ان احنا. وفي الحقيقه الامتصاص الصدمه ليس فقط بدعم الناس، لا، هو الناس تحملت جزء والحكومه تحملت جزء فعلا. وانت لو بصيتي لو لقيتي الدوله مستمره في الدعم بل بالعكس ده زاد الدعم السنه دي اكتر من 350 مليار جنيه للدعم فقط، مبلغ مش قليل. لكن احنا بنقول ايه؟ الدعم مش فقط في الخبز انما في باقي السلع الغذائيه الاخرى، ودي اللي عايزين نوصل فيها، عايزين نوصل فيها للاكتفاء، عايزين نوصل فيها للاكتفاء الذاتي. احنا شفنا بنقول ايه؟ ان الدوله الحمد لله لديها مخزون استراتيجي استطعنا من خلال المخزون ان المواطن المصري لا يشعر بان هناك ازمه. انا عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا. لا هو بص بص يا استاذ حسن معلش انا هقف معاك في النقطه دي. هو في ازمه وفي ارتفاع في الاسعار. ده اكيد. خلينا نقول لكن الارتفاع في الاسعار مقارنه انا عايز اقول لان اي حد بيقابلني انت عارفه دلوقتي علبه اللبن بكام؟ انت عارفه كيلو السكر بكام؟ انت عارفه كيلو الرز بكام؟ انت عارفه مش عارفه ايه؟ ماشي. ما هو في أزمة حاجة. إحنا يا جماعة في أزمة محدش ما قالش حاجة وفي ارتفاع في الأسعار، لكن هل الارتفاع مقبول ولا غير مقبول؟ دي نقطة كنت هنقلك عليها. شوف هقولك حاجة، رغم أن هناك أزمة عالمية في الغذاء وفي دول متقدمة لو بصينا لألمانيا وبعض دول أوروبا وباريس وفرنسا هنجد أنه هناك المواطنين شعروا بأزمة الغذاء. إحنا عندنا الغذاء متوفر في كل مكان. آه هناك ارتفاع في بعض السلع ولكنه زي ما حضرتك قلت إيه؟ طب الارتفاع المقبول. هرد عليك يا فرحتي، ده اللي بيتقال لنا يا فرحتي الحاجة موجودة أنا مش عارفة أشتريها. ده بيتقال، ده بيتردد فعلا. أيوة ما أنا بقول لك. لكن أنا عايز أقول لك حاجة، هنا بقى وعي المواطن. أنا بره في الخارج لا يستطيع المواطن يشتري زيتين زيت في المانيا مثلا او صحيح في فرنسا. صحيح. انت النهارده بتخش السوبر ماركت بتقدري تشيلي زي ما انت عايزه اذا كان لديك عندك القدره، مفيش ما يمنع من شراء ما تراه مناسب ليك. هو انا لازم اشتري بالثلاثه واربعه؟ لكن هي دي بقى النقطه، اشتري على قدي. احنا بنقول ايه؟ السلع الاساسيه ما زالت اسعارها مقبوله. ليه مقبوله؟ لان الدوله بتدعمها. صحيح. لكن هناك سلع لا تدعمها الدوله، فعلينا ان نرشد في استهلاكنا. يعني انا بقول ايه؟ كفايه مش مهم ان انا اقدم على السلع بشراها، لا، ان انا استخدم احتياجاتي فقط. صحيح.
صحيح. وهنا في الحقيقة هناك بعض الغلاء في بعض الأسعار، ولكن احنا نقدر نقول نستطيع أن نتحملها إذا قارنا بين وضعنا ووضع دول. أنا كان معي صديق قادم من باريس منذ يومين، والله أقسم بالله بيحسدنا على النعمة اللي احنا عايشين فيها. أقول له رغم ارتفاع الأسعار، بيقول لي رغم ارتفاع الأسعار دي بالنسبة لنا لا تمثل شيء، لأن احنا هنا الخير في مصر موجود وبكثرة. احنا عندنا في بعض السوبر ماركت أصبحت فارغة من البضائع. صحيح. وخالية من مش البضائع. بس باريس والله. طيب هنتقل بقى للشأن العالمي علشان أنا وقتي قرب يخلص وفي تحول كده عايزة أقف عنده. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال لقائه مع خريجي جامعة ديلاوير أن يكونوا متسامحين وأن ينظروا إلى الأشخاص الذين يختلفون معهم على أنهم جيران وليسوا أعداء. وتحدث الرئيس الأمريكي لأكثر من 6000 خريج، حيث أعرب بايدن عن أسفيه للانقسام والكراهية في البلد الذي يحكمه، مبديا التحسر على ما أسماه أزمة الصدق في المؤسسات الأمريكية، وضغط على الخريجين للعمل على تضميد جراح البلاد حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز. وأضاف الرئيس الأمريكي نقوم بأشياء كثيرة بشكل جيد متابعا، في بعض الأحيان نقصر، هذا صحيح في حياتنا، هذا صحيح في حياة الأمة، ومع ذلك فإن الديمقراطية تجعل التقدم ممكنا، ويأتي التقدم عندما نبدأ في رؤية بعضنا البعض مرة أخرى ليس كأعداء ولكن كجيران. وتحدث بايدن في الوقت الذي تعرضت فيه عشرات الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لفضائح في السنوات الأخيرة، وسط توجيه اتهام بمحاولة إعاقة حرية التعبير لأولئك الذين يعتبرون آراءهم ضارة في القضايا الساخنة بما في ذلك العراق وتدابير السلامة الخاصة بكوفيد. يعني في تحول كده في اللهجة الأمريكية أو لهجة الرئيس الأمريكي أو المؤسسات الأمريكية، خاصة أنه الداخل الأمريكي بيغلي خلينا نقول، وأنه مش راضي عن حاجات كتيرة. بالعكس هم شايفين أن في الأزمة الروسية الأوكرانية أنه الولايات المتحدة اتصرفت برعونة خليني أقول. طيب هل يعني أصل أنا ربط الكلام اللي بيقوله الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات هنري كيسنجر الأخرانية اللي هو كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وخليني أقول عراب السياسة الأمريكية حتى هذه اللحظة، وكان بيقول ما تسيبوا الروسي الأراضي اللي هي عايزاها في أوكرانيا، كانت واضح يعني كانت جملة واضحة. هل هناك اعتراف ضمني بأن الولايات المتحدة أخطأت في تقديراتها في هذه في الحرب الروسية الأوكرانية؟ شوفي هقول لك حاجة، الحرب الروسية الأوكرانية الظاهر إنها حرب بين أمريكا وبين روسيا، لكن في الحقيقة الحرب الروسية الأوكرانية هي صراع في الأصل ليس فقط بين روسيا وأمريكا أو الغرب، وإنما هي صراع بين أمريكا والصين المتحالفة مع روسيا في هذا الأمر، لأن القوى القادمة هي بتبقى الغلبة للقوى الاقتصادية وليست القوى العسكرية. عشان كده حتى حاليا التلويح باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو القوى النووية ده غير وارد بالمرة، لأن كلما ازدادت القوى وبقت أكثر دمارا كلما أدى لمزيد من المخاوف والتوقف عن استخدام هذا السلاح. فالقوى القادمة هي القوى الاقتصادية. انت لما تيجي تلاقي بايدن بيلفلك لموضوع اخر في الداخل الامريكي، اعرف ان هناك في مشكله، لكن في الحقيقه الصراع الامريكي الروسي وفي الجانب الاخر الصين هو صراع اقتصادي. وهو كان هدف من امريكا ايه؟ امريكا بتستنزف القوى الاقتصاديه الروسيه، وشفنا حزمة العقوبات الاقتصادية التي وقعت ضد روسيا، لكن في نفس الوقت المعركة دائرة وليس هناك أمد أو فترة محددة. صحيح. لانتهاء هذه المعركة الدائرة على الأراضي الأوكرانية، لكن أقدر أقول لك في النهاية أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع متى تنتهي الحرب ومتى تتوقف العقوبات الاقتصادية، لكن هيستمر الصراع. وهل هيؤدي هذا لو استمرت هذه الأحوال بهذا الشكل
ايضا الصين اللي هي محط انظار الامريكان هتستثمر الفرصة وتتجه الى تايوان، دي مشكلة اخرى، لان الصراع زي ما بقول لك انا هو صراع امريكي صيني في المقام صحيح. الاول بس استاذ حسن يعني معلش انا صحيح وقتي خلص، بس دي اقعد احول جمله واحده، ما الصين هي ما امريكا هي اللي بتنبش الصين برضو في موضوع تايوان، يعني طبعاً. يعني الصين قاعده ما اتكلمتش. هقول لك حاجه، ما هي اللي شوف هقول لك حاجه بتخربشها شويه. امريكا هي التي باستفزازها دفعت روسيا لاتخاذ هذا الموقف، وايضا امريكا بدفعها لزيلينسكي لاتخاذ هذا الموقف، حتى تحولت أوكرانيا إلى أرض دمار. دائما الحروب بتؤدي إلى دمار، فعايزين نظرة إلى الإنسانية من مختلف الدول الكبرى. الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيدي نورتني وبشكرك، شكرا جزيلا، بشكرك يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية، هروح لفاصل وبعد الفاصل عندنا مبادرة مهمة جدا، انتظرونا.